ماتش النهارده في كاس مصر الجديده اللي هي نسخه 2022. في البدايه قبل ما نتكلم عن الماتش عايز اتكلم مع حضراتكم في اكتر موضوع. طبعا في المقدمه هيبقى الحدث اللي على الساحه اليومين دول، وهو ما تحدث فيه الكابتن محمود الخطيب امبارح في المؤتمر الصحفي، وقال حقائق كتير جدا 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 خلت الناس كلها مستنيه ايه اللي بيحصل، ايه اللي هيدور، ايه اللي هيقوله الكابتن الخطيب. الناس كلها كانت قاعده مستنيه المؤتمر ده ليه؟ بسبب اللي اتعمل في حق مصر والنادي الاهلي، وهما بالتاكيد اتحاد الكوره. احنا عارفين ان الاتحاد الافريقي يعني كان ليه مهازل، بعض المهازل ومنها المباراه النهائيه، لكن خلينا في اتحاد الجبلايه بتاعنا، اتحاد الجبلايه بتاع بلدك انت، وما يضمه من عناصر بالفعل لا تريد النجاح للمنظومه. لكن بقى قبل ما اروح لفعاليات المؤتمر والتعليق على بعض النقاط، خليني لازم تعترفوا مؤيدين او معارضين ان النادي الاهلي في حته تانيه خالص. هخرج بس حاجه بسيطه بس وارجع تاني. شفتوا التنظيم امبارح، شفنا المنظر كان عامل ازاي. مفيش عصبيه، مفيش زعيق، مفيش توتر، مفيش اخطاء في حد، مفيش خوض في اعراض حد، مفيش مهاترات، مفيش وصف لاي منظومه او شخص باي صفه خارجه، مفيش حاجات دي. شفتوا الكابتن محمود الخطيب اسطوره الكره المصريه وهو بيسرد الامور وبيوضح كل شيء، شفتوا الكلام بحقائق وورق ومستندات من غير ما يتبلى على حد، لان موقف النادي الاهلي واضح وصريح. دفاع عن حق، دفاع عن قضيه، مش مجرد حق الاهلي بس، لا ده اهدار لحق مصر. والمشكله ما كانتش مرتبطه بنتيجه مباراه، المشكله ما كانتش مرتبطه بمكسب الاهلي او خسارته، لا كابتن محمود الخطيب لما اتكلم بصفه عامه، واتكلم طبعا في النقاط اللي اتداس فيها على النادي الاهلي.